مرحبا بكم متابعينا. الدورة 32 لاجتماع مجلس جامعات الدول العربية أحضرها العديد من رؤساء الدول العربية، وهذا بالطبيعة اللي يحدث كل عام. وخلال الدورة هذه ألقى الرئيس قيس سعيد كلمة خلت الكيان الصهيوني يرتعد خوفا، وكل القادة العرب يستغربوا من جرأة الرئيس قيس سعيد وكلامه الموجه نحو الكيان الصهيوني، وقال إنه كل عام الشعب العربي يدفع ثمن باهظ في كل أرجاء وطننا العربية، وهذا من أجل الحرية والانعتاق. ومازال أشقائنا في فلسطين كل يوم يقدموا جحافل الشهداء من أجل حريتهم واستقلالهم والتحرر من الاحتلال الصهيوني البغيضة، فضلا على اللاجئين من وطننا العربي اللي يتعداوا الملايين واللي إلى يومنا هذا لا يزالون يعيشون في المخيمات. أما أنا على الإنسانية جمعا وعلى القادة العرب أن يضعوا حادا للمهزلة اللي قاعدة تصير في العرب اليوم، وألم يحن على العالم العربي أن نتوحد اليوم، وهذا بالطبيعة لن يتحقق إلا إذا وجدنا حلولا اقتصادية وحافظنا على السلم الأهلي، وهكا يصبح عالمنا العربي غني وتصبح كلمة مسموعة في كل العالم، وتصبح إرادة العالم العربي إرادة واحدة وكلمة واحدة قادرة تغير مصير العالم اليوم، وهكا نستطيع تحرير كل عربي عانى لاضطهاده وبما في ذلك الشعب الفلسطيني من الكيان الصهيوني الغادر. فبالطبيعة بدون القضاء على الفقر وبدون عدالة سياسية لن يتحقق الاستقرار السياسي اللي نحبوا عليه، ولن يتوحد العرب، وإمكانيات الدول العربية وهما مجتمعين لن تضاهيها حتى إمكانيات في العالم كله، ولن يستطيع أي كيان كان هزيمة العرب منذ اليوم إذا كانوا مجتمعين، وهكا لن يستطيع التحكم فينا أو يملوا علينا أي إملاءات. وهذا بالطبيعة اللي صاير مع البلاد التونسية وقت اللي طلبت قرض من صندوق النقد الدولي. كلمات الرئيس قيس سعيد هذه كانت مزلزلة ومن نارة، خلات كل الحضور في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية يذهلوا من كلامه. وبالطبيعة كلام الرئيس قيس سعيد هذا لن يعجب الكيان الصهيوني أو حتى أوروبا وأمريكا، لأنه في توحد العالم العربي متاعب باش تلاحقهم هما. في آخر الفيديو إن شاء الله اللي جاي خير على بلادنا تونس وكل عالمنا العربي، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش نوفيكم بكل المستجدات.